ام ادهم عروسه المولد كل اشكالها. ايه وايه بقى؟ بتبدا من الصغير لحد مقاسات كبيره، بيبقى بدايتها من الاول، بنجهز من الاول قبلها بكام شهر كده التجهيزات الاوليه، ودلوقتي بنيجي في الاخر الفينش الاخير. الفرق ان العروسه الخشب هي هي العروسه، بس بتفرق العلبه اللي بره، العلبه اللي بره دي خشب، دي حاجه جديده السنه دي، وعندي العلبه هي الكرتون. لا احنا اغلبيه الوقت بيبقى طول السنه هو شغالين بنجهز لحاجات زي كده، وطول السنه بنعمل غرابيل وابريق بتاعت السبوع. تبدا من 35 جنيه لحد 180 جنيه، تاخد راحه مثلا شهر ولا حاجه وبعد كده ابدا اشتغل تاني. شغل ايه بقى تاني؟ اللي هي الغرابيل والاباريق والكلام ده، وبرده بنساعد نفسنا في ده، يعني لو في شغل من ده مثلا بنجهزه بنجهزه، لان الشغل ده بياخد وقت. كل حاجه مفيش حاجه ما غليتش، كل حاجه غليت. العروسه زادت التكلفه عن السنه اللي فاتت 20 جنيه. احنا ما زودناش كله، لان احنا كنا عندنا برضه جايبين بضاعه في الاول قبل الغلا ده، فما زودناش كله. انا بحاول ان انا ماشيه مع الناس اللي هي زبايني، طبعا الدنيا مهديها معاهم شويه. كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها سنه كويسه علينا كلنا، وده احسن شهر في السنه طبعا.